عودة لكم مشاهدينا. في يوم شرطة البحرين يتجدد الحديث عن العطاء والمهنية والتميز في الأداء. كيف جسدت الأكاديمية الملكية للشرطة تلك المعايير خلال العام 2021؟ نعم عبدالله، وحفلات التخرج من الأكاديمية باعتبارها صرحا تعليميا وتدريبيا وطنيا مهما تؤكد أن الأكاديمية ماضية في تحديث برامجها العلمية والتدريبية. معنا اليوم في الاستديو العقيد عمار مصطفى السيد، آمر بكلية تدريب الضباط. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير أختي العزيزة، وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين. الله يصبحك بالنور يا رب. سعادة العقيد، يعني ما هي أبرز البرامج الجديدة اللي تم تنفيذها في الأكاديمية حاليا؟ نعم طبعا، في البداية اليوم يوم عزيز. نعم. ويوم يعني لا يسعني في البداية إلا أن أجدد في البيعة والولاء لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وجدد في البيع والولاء أيضا لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد رئيس الوزراء ولي العهد. وأيضا لا يفوتني إلا أن أتقدم بالتهنئة لجميع منسوبي وزارة الداخلية، وعلى رأسهم سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. وزارة الداخلية وزارة احتفلت يمكن قبل سنة أو سنتين بالمئوية. نعم. وزارة عريقة ساهمت في تحقيق أمن المواطن، وساهمت في العصر الحديث المتطور اللي قاعدين نعيشه. هناك ناس لا شك أنهم قدموا أرواحهم في سبيل تحقيق أمن الوطن. هناك جيل قديم أنا يعني لابد أن أتقدم له بجزيل الشكر اللي توفاها الله رحمة الله عليه، واللي موجود الله يعطيه العمر والصحة والعافية. جيل كانت أدواته بسيطة إلا أن بجهوده ساهم في تحقيق أمن هذا الوطن، وجيل الآن قائم إن شاء الله على أمن الوطن وأمن المواطن، وجيل إن شاء الله مستقبلي راح يحمل لواء الوطن ورسالة اللي هي الأمن في هذا الوطن الغالي. طبعا الأكاديمية الملكية للشرطة صرح علمي حديث، يعني ابتدى تحديدا من عام 2004. كانت هناك رؤية، كانت هناك خطة واضحة. ابتدينا برامج أكاديمية، برامج بكالوريوس محدودة، إلا الآن ولله الحمد يعني بعد تقريبا 15 أو 16 سنة الآن نحن موجودين على الخارطة الأكاديمية في مملكة البحرين. عندنا برامج مختلفة، برامج دراسات عليا، برامج بكالوريوس، برامج دبلوم، مشارك متخصص يستفيد منه ليس فقط منسوبي وزارة الداخلية بل أيضا جميع الجهات الرسمية في مملكة البحرين. أكثر من 20 جهة الآن يدرسون عندنا في الأكاديمية الملكية للشرطة. عندنا طلبة أيضا من دول عربية، من دول خليجية، قاعدين يستفيدون من البرامج اللي نقدمها. جميل. نعم جداً. بالفعل، يعني العقيد عمار، مثل ما نعرف أن حقوق الإنسان تعد أساسا في برامج الأكاديمية سواء من خلال الدورات التدريبية أو حتى المناهج أو برامج الماجستير، هل يمكن توضيح ذلك بالأرقام؟ نعم طبعا، موضوع حقوق الإنسان هو ليس دراسة نظرية فقط، هي ثقافة نزرعها في جميع منسوبي العمل الشرطي والعمل الأمني، هي أساس العديد من البرامج اللي موجودة عندنا. مدام أنت عندك رجل أمن سواء ضابط أو ضابط صف على مهارة وعلى معرفة، فأكيد يعني مهارات حقوق الإنسان أو ثقافة حقوق الإنسان موجودة عنده. برامجنا في هالمجال ليست نظرية، هي برامج عملية نزرع هذه الثقافة بحيث أن تكون أسلوب، خلني أقول أنا أسلوب حياة في تعامله مع الآخرين، في تعامله مع حتى المجتمع الداخلي. هذه المهارات الخاصة بحقوق الإنسان تبرز وتتميز. موضوع حقوق الإنسان أساسي في جميع البرامج التعليمية والتدريبية الموجودة عندنا. يعني أقول أنا بكل ثقة ما في خريج عندنا من الأكاديمية إلا أنه يتدرب على مفاهيم حقوق الإنسان، وهذا الشيء مو بغريب. يعني إحنا حقوق الإنسان موجود عندنا في شريعتنا الإسلامية، موجود حتى عندنا إحنا كمجتمع بحريني. المجتمع البحريني مجتمع يعني مؤدب، مجتمع راقي في التعامل، دائما تحكمنا الأخلاق الراقية في التعامل مع الآخرين. فعلا. فما تأتي برامجنا إلا تتعزز هذه المفاهيم وتوضحها
في الدستور أو حتى في الاتفاقيات الدولية وحتى في القوانين المحلية. نعم بالفعل، يعني سعادة العقيد الانفتاح على التجارب الناجحة أمر مهم في عملكم مثل ما نعرف، لكن نبي نتكلم عن أبرز الفعاليات والمؤتمرات اللي شاركت فيها الأكاديمية ومذكرات التفاهم اللي وقعتوها في إطار التعاون الإقليمي والدولي. نعم طبعا احنا على اساس ان يعني نحقق رؤيتنا ونحقق اهدافنا لابد ان تكون عندنا شراكات. احنا صعب ان يعني نعمل لوحدنا، لا، احنا عندنا شراكات، وهذه الشراكات ليست فقط على مستوى محلي، يعني انا لو بتدرج فيها هي شراكات دوليه. عندنا تعاون مع العديد من الجهات الدوليه، سواء يعني دول صديقه متقدمه، نعقد معهم برامج تدريبيه، نعقد معهم برامج اكاديميه. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، احنا عندنا تعاون مع جامعة هذرسفيلد، وهي جامعة بريطانية متخصصة من كبرى الجامعات هناك. ابتدينا معهم في برنامج دراسات عليا في العلوم الأمنية، والآن احنا على وشك ان شاء الله ان نبتدي معهم في برامج ماجستير في حقوق الإنسان وفي الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية. هذه على المستوى الدولي. على المستوى الإقليمي هناك تعاون مع دول الخليج بشكل مستمر. احنا نجتمع بشكل كل سنتين مع القائمين على الأجهزة التدريبية في دول مجلس التعاون. هناك تعاون وثيق، هناك تبادل خبرات، هناك زيارات للاطلاع على أحدث التجارب، وأيضا حتى على مستوى الوطن العربي وتحت تحديدا تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب، هناك تعاون مع جميع الدول العربية بلا استثناء. العديد من يعني من الدول العربية يو واستفادوا من برامج عندنا، وفي المقابل العديد من الشرطة أو من منسوبي الشرطة في مملكة البحرين استفادوا من اللي هي برامج تعليمية وتدريبية في الدول العربية. مذكرات تفاهم، أنا أقول بكل ثقة أن احنا عندنا مذكرات تفاهم مع جميع الأجهزة التعليمية الموجودة في مملكة البحرين، وطبعا على رأسها الجامعة الأم جامعة البحرين، واللي احنا يعني أنا في هالمناسبة أتقدم لهم بجزيل الشكر على تعاونهم المستمر. هم من الجهات اللي احنا يعني اللي مدوا اليد لنا في البداية، لين وصلنا لما وصلنا الآن كان لهم دور كبير وكان لهم فضل. عندنا أيضا تعاون مع جامعة الخليج العربي، مع معهد الإدارة، مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه كلها بأمانة شراكات احنا نفتخر فيها، وكلها يعني تساهم في تحقيق مفهوم الأمن الشامل. الأمن ليس يعني صفة مقصورة فقط على منسوبي الأمن، بل لا، كل مواطن. أنت الآن في يعني في مجال الإعلام قاعدين تحققون لو بشكل غير مباشر اللي هو الأمن الشامل، اللي إن شاء الله يعني يحظى به جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة. بإذن الله، بإذن الله يا رب. طبعا العقيد عمار مصطفى السيد آمر بكلية تدريب الضباط، نورتنا وشرفتنا اليوم. الله يحييك أختي العزيزة، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يعني نلتقي في مناسبات قادمة إن شاء الله. بإذن الله. كل الشكر على وجودك. مشاهدينا، تحتفل وزارة الداخلية في 14 من شهر ديسمبر في كل عام بيوم شرطة البحرين، والذي يتم خلاله تسليط الضوء على أبرز إنجازات وجهود رجال شرطة البحرين المخلصين في سبيل بسط الأمن في ربوع المملكة والمحافظة على مكتسباته والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين. نعم عبد الله، بالإضافة إلى تزويد شرطة البحرين بأفضل الآليات والتقنيات وتطوير الخطط والبرامج التدريبية التي ترسخ سياسة التطوير والتحديث بما يواكب المستجدات وتأهيل رجال الأمن وفق أحدث الأساليب للقيام بواجبهم تجاه الوطن بأكمل وجه. خلونا نتابع هذا التقرير. يعد 14 من ديسمبر من كل عام مناسبة مهمة للتعبير عن التقدير والامتنان لما تقوم به الشرطة البحرينية من دور وطني رائد في تعزيز الأمن والاستقرار وتأمين السلامة للمواطنين والمقيمين في ربوع المملكة. فكلمات الشكر لا توفي جهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة في سبيل حماية الأرواح والمكتسبات الوطنية، فهم من يقومون بتأمين حركة المرور وتخفيف الازدحامات وتأمين حركة المسافرين في المنافذ الجوية والبرية وتأمين سلامة مرتدي البحر ونشر الوعي لرفع معدلات السلامة من أخطار الحريق وتلقي البلاغات الواردة ومعالجتها في سرعة استجابة بأعلى مستويات الكفاءة والإنجاز، ما يعكس مستوى التطور الذي حققته مختلف إدارات وزارة الداخلية. ولا شك بأن هذه الجهود تستوجب شكرا وعرفانا طوال العام، فشكرا لرجال أمننا البواسل.